أخبار اليوم.
بعد الصلصه هنحط الرز البسمتي بتاعنا اللي عملناه بشوربه الجمبري. الرز البسمتي الاصفر واخد لون جميل. اللي بعد كده بنحط الجمبري اللي شوحناه على وش الطبق بتاعنا وهنحط له برده شويه صلصه. الطبق شكله بصراحه يعني يفتح النفس، جربوه ان شاء الله يعجبكم. فتت الجمبري بالرز البسمتي مش بالرز المصري. هنحط شوية صلصة صغيرين. الصلصة دي متبلة بالثوم والملح والفلفل والخل زي صلصة الفتة تمام. هنضف طبقنا ونظبط بقى الطبق بتاعنا كده علشان يبقى شكله حلو ويفتح النفس، واساسا يعني شكله يفتح النفس من غير حاجه يعني. جربوا الوصفه الجميله دي بالرز البسمتي ويا رب تعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين وافطار شهي ان شاء الله.